لا صوت يعلو فوق صوت مباراة منتخبي مصر وتونس في الشوارع والميادين المصرية خلال الساعات الماضية، حيث يترقب أنصار الفراعنة المواجهة النارية التي تجمع الفراعنة بنسور قرطاج بنصف نهائي كأس العرب نسخة قطر 2021 والمقرر لها غدا الأربعاء. المنتخب المصري أنهى استعداداته لمواجهة نظيره التونسي مستحلا بالروح القتالية، طامحا في بلوغ نهائي العرس العربي واستعادة الألقاب والأمجاد. وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على لبنان بهدف نظيف، ثم الانتصار العريض على حساب السودان بخماسية، قبل أن ينتزع صدارة مجموعته بتعادل إيجابي في مواجهة الجزائر بالجولة الختامية، وتخطى عقبة منتخب الأردن في دور الثمانية بثلاثية بعد وقت إضافي. ويشير تاريخ مواجهات منتخبي مصر وتونس إلى تفوق طفيف لنسور قرطاج ب16 انتصاراً مقابل 13 للفراعنة و11 تعادلاً هيمن على الموقف. وشهد الميران الختامي لمنتخب مصر اليوم الثلاثاء على مشاركة الثلاثي حمدي فتحي وأحمد حجازي ومحمد الشناوي وتعافيهم من الإصابة التي لحقت بهما خلال مشوار الفراعنة في المسابقة. يتطلع المنتخب المصري تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش لمواصلة رسم البسمة على شفاه الجماهير المصرية وتخطي عقبة تونس وبلوغ النهائي العربي وقطع خطوة عملاقة نحو عناق الكأس الغالية.